صيني جدا، صيني من زمان، وعلمنا اتكلم صيني. ازاي؟ قال لي ايه؟ شينغ هانغ حنفية، هينغ هونغ سي فود. ده كان شغال سباك عندنا في بكين، لا عارف. وقال لي حاجه كمان، قال لي اللي انتوا في الصين مش بتصدروا لنا كل حاجه، لا احنا عندنا هنا في مصر الافلام المصري بتاعتنا بتتداب الصيني وتروح شنغهاي تكسر الدنيا. وقال لك في كوميديان مصر ما شاء الله فيلمه يتدبلج يروح الصين يقفل الصين والهند وش كله كله كله. اقول مين ده؟ اللي عمل حاحة والتنين وطباخ التنين والتنين في المنديل. مجموعة كبيرة ما شاء الله. عارفه ده ممثل زبالة. ما تقولش على نفسك كده. أنا حر. طب سؤال معلش يا باشا، هو عندكم في الصين في كاميرا هات؟ المدام يعرف. مدام يعرف؟ مدام. في سين كباري هاي. انتي قصدك هشك بشك. هشك بشك. Yes of course. كتير كتير. حلو ده. اصل انا المدام بتاعتي مش لاقي لها شغل وعندي كباري وقربت اقفله خلاص، فيعني لو تساعدوني يعني اشغلها عندكم وانا بقى اساعدكم تبيعوا الحاجات بتاعتكم. ماشي. انت ايه مدام يشتغل ايه؟ مدام رقاصه. مدام يشتغل رقاصه. رقاصه جدا، وانا جوز رقاصه جدا جدا. وانت جوز رقاصه جدا جدا. جوز رقاصه جدا جدا. يبقى انت كورني. يعني ايه كورني دي حضرتك؟ لا دي في الصين عندنا يعني كويس. راجل محترم؟ ايوه. يبقى انا كورني. مش حضرتك برضو انا ساعه ما شفت حضرتك وقلت حضرتك راجل محترم جدا وكورني. كورني وابن كورني كمان. طب باشا انا ممكن نونو ترقص عندكم وانا يعني عشان يبقى ليها لازمه اغني وراها، اصل انا بعرف اغني زي استاذ علي حجار. ازاي؟ انا بحبه جدا استاذ علي. احبه. منورين يا جماعه. ايه رايك؟ حلوه الاغنيه قوي. اجيب لك نونو؟ هات نونو من عينيا. نونو جبت لك شغل يا نونو. الله تعالي. تحب اقصك البقاء؟ هترقصي؟ لا بص 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 ولا اقصك. استني استني. مال ايه اللي انت لابسه ده؟ شكلي وحش طبعا زي الزفت. ليه؟ ايه الجزمه المعفنه دي بس؟ ده بتدي عطوه. ده شغل هشغلك في الصين. صين بره في الصين. لا يا ما لا لا خالص. مفيش كلب بيخش فيه. نهار ابيض. والاوتيل بتاع اخوك محسوب شغال نار. نار؟ انا لبست بقى كده انا ونرجس عشان نعرف الحكايه ايه. بس ده مش حلو بالنسبه لي. ليه؟ هنا مفيش كباريهات. ازاي؟ طب ما انا اعمل معاك صفقه. اساعدكم تعرفوا ايه السر، ولما الفندق بتاعكم يرجع يلعلع تاني تشغلوا نولو عندكم والنقطه بتاعتي. ماشي ماشي. اوكي. يبقى يلا بينا عشان نعرف السر، واذا عرف السر بطل الهر. يقولوا حاجة هم. يلا بينا. حقا. وأقسم الأحرار على إيه؟ مش
مش عارف.